في خسائر في تضحيات. إذا كانت تصفينا جميعا مع بعض كنا هناك علق الملامح في الأفاق نحو مستقبل أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. تشرفنا اليوم بزيارة فجر الجديد، واستقبلنا السي طاهر يعني مع قيادة حزب فجر الجديد، ونشكرهم على حسن الاستقبال وعلى إتاحة هذه الفرصة للحوار حول وضع يهم البلد. ولاحظنا يعني كما تفضل السي طاهر يعني تطابق يعني كبير، ويعني توافق كبير على كثير من النقاط يعني، وكما ذكر بالضبط يعني هذا في الحقيقة المبادرة هي حوصلة لمسيرة طويلة للعمل المشترك يعني معا، وهو دائما في نفس المسعى لمحاولة إيجاد حلول للبلد ولأزمة البلد. ما خلقوش مبادرة جديدة ولا هي حوصلة لمسيرة طويلة، وهذه المبادرة تعبر عن رأي المعارضة ككل يعني. إذا احنا متفقين إن شاء الله على هذه العملية، والعملية متواصلة، ونحن على صلة يعني في انتظار يعني بالورد هذه الوثيقة من خلال اللقاءات التي التقوا بها مع الأحزاب وبعض الشخصيات الوطنية. وبعد هذه الوثيقة سيكون لنا حديث آخر في المستقبل إن شاء الله.